أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن ما تحقق في صناعة التكرير المصرية خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق. جاء ذلك خلال رئاسته باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023-2024، حيث أوضح وزير البترول أن الرؤية المستقبلية التي انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ انطلاقه في عام 2016 غيرت الشكل والأداء في مصافي التكرير وزادت من قدراتها الإنتاجية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل بعدد من مشروعات التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافي التكرير بالسويس والإسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بصناعة التكرير. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.52 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 16065 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 2997 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 70% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة وسط توقعات بأن زيادة الطلب الصيني والمزيد من القيود على الصادرات الروسية سيبقي الطلب أعلى من المعروض. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 59% لتصل إلى 85.48 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% لتصل إلى 79.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.41% لتصل إلى 3.23 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل 3.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة هذا العام وسط تحسن التوقعات الاقتصادية وسوق العمل. وحذرت لاغارد من أن البنك المركزي الأوروبي غير راض عن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم في اتحاد العملة الأوروبية الموحدة. وأضافت لاغارد أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو أصبحت أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة، مضيفة لم يكن سوق العمل في أوروبا حيويا كما هو الآن، وعدد العاطلين عن العمل هو أدنى مستوى مقارنة بالعشرين عاما الماضية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وأميرة، إليكم من جديد. شكرا لك.